خاوتي اخواتاتي، السلام عليكم. مازوف في الاوان، نتمنى راكم بخير. نهار السبت خاوتي شرفت وكرمت تضحيات جدودنا وجاليتنا باكبر مسيره جزائريه في تاريخ كندا، ووصلت صوتكم بوضوح 5 على 5 قدام البلاصه اللي حابين يصادروا فيها ارادتنا 12 ديسمبر. هنا وصلت لهم الرساله نتاعكم وقلت لهم باللي في مونريال 12 ديسمبر ما كاش انتخابات مع العصابات. Le 20 octobre dernier, Khalti, vous avez décidé de changer l'emplacement et le jour de votre manifestation. La manifestation تاعكم اللي بديتوها le 24 février, قررتوا باش ترجعوها قدام قنصلية بلادنا، ترجعوها كل يوم سبت من 1 إلى 3 تاع العشية. خاوتي، بناء الدولة الجزائرية الديمقراطية راهو أول هدف في بيان أول نوفمبر، وباش نبنيو الدولة الجزائرية الديمقراطية لازم تكون الديمقراطية مش غير شعار نخدمو به لما يساعدنا ونقلبو عليه الطابلة لما ما يساعدناش، لازم الديمقراطية تكون فريمون طريقة حياة نعيشو بها. دونك خاوتي، vous avez décidé de déménager votre manifestation vers le consulat d'Algérie tous les samedis de 1h à 15h et pour cette raison il me fait un grand honneur باش نضل بجنبكم كل نهار سبت من 1 حتى 3 تاع العشيه خالتي قدام قنصليه بلادنا. في الوقت اللي رانا نهضروا فيه خالتي، بقايا العصابه راهم حابين ومصرين وضاربين لاصقين باش ينظموا انتخابات مزوره مره واحده اخرى نهار 12 ديسمبر. حابين ينظموا انتخابات مزوره باش يعاودوا يصادروا ارادتنا، حابين ينظموا انتخابات مزوره باش يعاودوا يخطفوا استقلالنا واستقلال بلادنا لخمس سنين اخرى. الانتخابات تاع 12 ديسمبر ماهيش استجابه لطلب نتاع الشعب الجزائري، انتخابات 12 ديسمبر هي خطه جديده، مراوغه جديده باش يمدوا حياه جديده لعصابه النظام قديم بريسك ميت. دونك خالتي، الانتخابات هذه ما لازمتش تصير. في 22 فيفري، من 22 فيفري او من 24 فيفري هنا في مونريال ورواح، انتم خالتي مارستوا السياده نتاعكم وبالضغط نتاعكم فزدتوا المخططات والمراوغات نتاع العصابه كل. حبستوا لهم مشروع العهده الخامسه، حبستوا لهم مشروع تمديد العهده الرابعه، فزدتوا لهم انتخابات افريل وفزدتوا لهم انتخابات جويليا. ودرك خاوتي اخواتاتي جاء الوقت اكثر من اي وقت فات باش نحطوا اليد في اليد باش نقولوا لهم باللي انتخابات 12 ديسمبر ما لازمش تكون. باش نكسروا من الضغط نتاعنا في هذه المرحله من 12 ديسمبر لازم اولا كل تجمع نديروه اي سمانه، يعني شاك سامدي دوفون الكونسولا تاع بلادنا من 1 إلى 3 تاع العشيه لازم نتظاهروا كوم سي سيتي لا سمان دو 1 نوفمبر. العدد نتاعنا مهم، على قد ما العدد نتاعنا يكون كبير على قد ما الرساله نتاعنا تكون واضحه، وحدتنا هي قوتنا. ثانيا خاوتي، لازم نتبعوا المرشحين هذم، لازم نقولوا لهم باللي ما راناش فرحانين بالترشح نتاعهم للانتخابات تاع القايد صالح اللي الغاية منها هي بقاء نظام على قيد الحياة. لازم نتبعوا هاد المرشحين كي ظلهم، لازم نكونوا ديما عقبهم. ونحن هنا في مونريال رانا ننتظروا بفارغ الصبر الإعلان على فتح مداومات المترشحين باش نقوموا بواجب